السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا درس صغير نقدروا نخدموه في جلابات البرد، كيف ما نقدروا نخدموه في اي خدمه خفيفه بغينا نخدموها على بركه الله. انا هنا خدمت هذا الحبيك هذا باش ما نطولش الفيديو، خدمته من قبل. غادي نشد في الغرزه الاولى ديال هذا الحبيك هذا، نعاود نشد في الغرزة الثانية، نحسب واحد جوج واحد جوج، والثالثة نشد فيها، نحاول نهز واحد هاد القوس هذا واحد شوية، نجيب الإبرة من وراء الخدمة يعني ما بين هاد جوج غرزات وندخلها. نطلع الخيط الفوق ونبدا نحبك على هاد جوج خيوط هادو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. غادي نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، نزيد عشرة حداش. جاكم كتر زيدوا كتر، إلا كنتو درتو القوس يعني مهزوز شوية مفتوح بزاف تقدروا تزيدوا تعمروه، غير نتوما حافظوا على نفس العدد. مثلا انا هنا درت 11، خاصني ندير فيهم كاملين 11. غادي نجي نشد في هذه الغرزه هذه باش يجي هذا القوس واقف، وغادي نحسب واحد من هنا، غادي نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هاد السادسه هذه غادي نشد فيها، غادي نشد فيها، وهاد الخيط دايره به واحد الدائره اللي غادي ندخل فيها باش نشد غرزه ونثبت هاد الخيط مزيان. غادي نعاود نشد في نفس الغرزه وندير واحد ثلاثه ديال اللويات على الابره، ونوقف هاد السنينه مزيان، وندور الخيط لتحت، ونعاود ندخل في نفس الغرزه ونغلف هاد السنينه، واحد جوج، غنغلفها بجوج تغليفات، وغادي نهبط نحبك هاد الخيط هذا غيبقى الوسط، وغادي نحبك على هاد الحبكات اللي خادمه انايا هنايا في هاد القوس، واحد جوج ثلاثه اربعه، وغادي نشد في هاد التحتانيه هادي خمسه، والسادسه راه هي اللي شديت فيها هاد الدريس هذا، وغادي نجمع في نفس الغرزه اللي خدمت فيها اللي باش طلعت هاد القوس هذا. ها هي كي كتجي. غادي نعاود نشد في الغرزه الثانيه، هاد الغرزه هذه جمعت بها هاد الضرس، وهاد الغرزه غادي نبدا بها الضرس الجديد. غادي نحسب واحد جوج، والثالثه نشد فيها، نحاول نهز القوس شي شويه، ونجيب البرا من وراء الخدمه وندخل ما بين هاد جوج غرزات، نهز الخيط الفوق ونبدا نحبك على هاد جوج خيوط، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش.
وغادي نشد في هذه الغرزه الثانيه ديال الحبيك. غنحسب من هنايا 1 2 3 4 5 و6، غادي نشد فيها، غندير واحد الدائره. هذا الخيط هذا يكون على الضرس، وغادي ندور هذه الدائره هذه. ندخل فيها بحال كونجر. هاد الخيط هذا يكون مقايد على هاد الخدمه، ما يكون مزير، ما يكون مرخوف. وفي نفس الغرزه اللي كندخل فيها هنايا اللي كنشد فيها هذه، هي اللي كنخدم فيها هاد السنينه هذه. نطلع الخيط الفوق، هو الخيط مطلع على الفوق، وغادي ندخل في نفس الغرزه، وغادي ندور 1 2 3، وغادي نهز السنينه الفوق ونجر باش تبقى ليا واقفه، ونهبط الخيط لتحت ونغلفها بجوج ديال التغليفات، 1 2، غادي نحبك 1 2 3 4. الخامسة هي اللي غادي تكون شد هنا في الطرف، والسادسة هي هذه اللي درت هنايا، درت عليها الضرس، وغادي نشد في نفس الغرزة باش نجمع هاد الضرس ديالي، ونجي نشد غرزة جديدة هي اللي غادي نبدا بها درس جديد. بهذه الطريقة هذه كنبقى نخدم، وفي نفس الوقت هما هنايا كيكون اتساع بيناتهم، ما كيكونوا لا مراكبين لا حتى حاجة، كتمشي الخدمة مقادة، وفي نفس الوقت هاد الطريس هذا كيجي مع الخدمة أولا الجلابة ديال البرد أولا التوب غليظ، 1 2 3. بنفس الطريقة غادي نكمل حتى نسالي ونوريكم الشكل النهائي ديال هاد الدريس هذا. هذا هو الدرس من بعد ما كملته. انا خدمتها واحد المسافه هنايا باش نوريكم الشكل كيفاش كتجي. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وتستافدوا منه ايضا. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله.